والسلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سيتي سكاي لاين. طبعا زدت شوي عماير، ما سويت وايد في المدينة، زدت هني شوية أماكن عماير وهالسوالف وشغل مانجمنت صغير عساس يكون في وظايف في ناس تي. بس في شي ثاني أبى أسوي هالمنطقة. أنا قلت ما بسوي سياحة هني، لكن ليش ما أسوي سياحة؟ خلنا نسوي سياحة عند البترول، يعني في فلوس. اذا في فلوس معناه نقدر نسوي منطقه سياحيه، معناه نقدر نجذب الناس، ممكن نسوي سياحه، ممكن نجيبهم، ممكن الاخره. فتسمعت شو يقول هذا؟ قلت كول مير. اوكي، مستانسين الناس على ان الناس نبيع بترول. على فكره السوالف اللي نحن طفناها في الحلقه الماضيه يابت سياح يابت ناس، طبعا تزيد كثافة، تزيد سعر الأرض، تزيد وايد أمور. أنا سعر الأرض هني تقريبا أقوى شيء ممكن يكون، هذا الأرض سعرها ممتاز. عندنا نحن أوبرا هاوس، بس أوبرا هاوس مو بأسوي عادي، أبغى بشارع أربع لينات قريب، حتى قريب شو اسمه يكون تشوفون الحين جنب تناك المي. وين الأوبرا هاوس مالك عند تناك المي؟ والله إني عجيب، منطقة مش سياحية أبدا، منطقة أبدا مش سياحية، بس بيها سياحية غصب. هاي بيت الأوبرا، بنحطيه، خلنا نحط بيت الأوبرا، خلنا نحطيه زين عند تناك المي. هاي المد على فكرة تقدرون تحصلونها في الستيم وركشوب، مو بمشكلة، مش قضية يعني كم تحصلونها. حطينا شو اسمه هذا، بس خلنا نزين المكان، خلنا نزين المكان. اللعبة هاي فيها مقدرة ان نزين المكان بشكل مش طبيعي. ترى ها كلها سوالف مويا سكي رنتل. اوه سكي، ها لحظة خلنا نغير الخطة شوي، بحطه هنا على الجزيرة. بما ان عندنا مطعم فالناس بتكون تبغى شو تلعب جسكي، صح؟ اول مطاعم هاي الناس تطلع من هني بجسكي، اللي ساكنه هني اوكي جسكي تطلع من هني ويروحون وين؟ ليش ابغى شارع يا رحمك؟ عاوز شارع ليه؟ ابغى شارع. نحول لمكان ثاني، عيال بنحط لكم اياه مكان ثاني. نحطيه هني، شله من هني، نحطيه مكان اشوف هني اقدر احط فيه الاشياء هني. بعدي بشارع، اي بشارع. هاي واحدة من الشغلات اللي تلعوز الواحد في خدمات الماي، لانه ما في شارع سيدة عليه. مثلا يقول والله بسوي شارعتي علي وخلاص بتوكل، لا وهو ما يتوصل لشارع، لكن يبى شارع. هذا اللي يقهر فيه. ابى ناس تطلع بالجتسكي، بس خلنا اسوي مكان جميل. هذا بعد المكان حلو، يطلعون في الجتسكي، تصدقون يطلعون هنا عند الفن عند العمارة بالجتسكي. ورقم واحد، والله رقم واحد الشارع العام. هدمت عمارة، هدمت مبنى، لكن في الشارع كيف مفروض ينط يعني ولا كيف؟ سوري وضعك ما يمشي بالطريقة هاي. ايوه بالطريقة هاي يمشي. هي الناس اللي توقف هني حطي هني كان بظني ما بيضبط صح، بس اهم شي ناس تطلع جسكي تلعب. ابغى اشوف ناس تلعب عند الفندق جسكي، شوف اشوف شي رهيب. ما في حد طلع جسكي؟ ما في اجر جسكي زين. ابغى اشوف الناس تطلع مع جسكي،
زين كيف بينزلون ديسكي في الماي؟ مو مشكلة، مشكلتهم هاي حاليا، بس في استوى عنه مكان تسكي. يعني في ناس الحين تطلع قدام الفندق تسكي، طلعت تستانس. انزين خلينا نرجع لموضوعنا. انزين المكان يباله كم من شغلة، يباله كذا شغلة بالأحرى. أولها أنت عند بيت أوبرا. أوبرا يا أخي كان لازم يكون جميل ونفصله بالنهاية. يا صديقي يا حبيبي يا حبيبي، نبغى أشياء أشياء. هذا الفاصل بينه وبين المشاكل. اوكي هذا ولا مو اوكي؟ اوكي مستي اوبرا، خلنا شوي نغطي على منو يشوفون شير، يحسبون في غابة. هاي يسمونه تمويه، تمويه هذا، التمويه الجامد هذا، هذا تمويه جامد يسمونه. نعم انه التمويه الجامد، هاي يسمونه تمويه جامد من الخاطر. ونحطي لنا عند الباب حاجات جميلة. شغلات فيها الوان، هاي هاي شغلات حلوة صغيرونة حول بيت الأوبرا. ناس تمشي هني، بس الناس كيف تمشي الشارع هذا الخايس اللي سويته؟ بيكون الموضوع جدا صعب، سوري بيكون موضوع صعب صراحة. أنا أحسه أيوة، نعدلها شوي نعدلها شوي، نعدلها 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 أيوة. بعدين نسوي لنا الممر، نبغى مكان ناس تمشي فيه. بيت أوبرا في النهاية هذا يعني في ناس مزاجها عالي، جاية تتمشى، جاية تستانس، جاية تدخل حديقة، ناس لها بارض، ناس تبى تشوف هذا. دامك هيج بيت الأوبرا، ليش ما تودي حد من عيالك عند هذا الكرنفال هذا يشوفه يستانس، تشوف شيء جميل. ومعاد بمبات الماي، ما اشوف بمبات الماي، شيء حلو، شيء صغيرون يودون عيالهم يجون هني. في دكاكين هني، يشترون حق دكاكين، ودي عيال الدكان. اوكي هذا هدف غير سامي، انت هاي اوبرا تودي عيالك الدكان، هذا هدف غير سامي، بس انا بتصور انه بتودي عيالك الدكان. انت انسان طيب وطلعت من الاوبرا، واللي المفروض ما يكون وياك عيالك، المفروض يكون معك صديقك. تعرفون من هو صديق صدوق صح؟ من صديقك الصدوق معك، بس ما عليه. بنفرض بحط افتراضية ان اللي بيروح الاوبرا بيكون انسان طيب، بيكون مودي عياله. ما اعرف على اي اساس انا افترضت الافتراض، لكن مو مشكلة بنفترض على الافتراض البسيط. و ممر يكون في نفس الشير مال اوبرا، ممر جميل، ممر جدا جميل. شير ممر هذا ممشى جميل، يعني في قدام الاوبرا يكون ممشى حلو بالنسبة للاوبرا، ممشى جميل. يقول له ناس والله فيزيترز، في عندنا فيزيترز، في تكاسي تسوي زحمة هنا؟ لا طبعا، احنا هني لازم يبقى لنا تاكسي. انت عند الاوبرا، مع ان اتصور اللي بي اوبرا المفروض يكون عنده فلوس اكثر، بس ما عليه. المشكلة حطي له موقف تكاسي هني، اللي بي هني شوي بيمشي لين الاوبرا، بيستانس، بيشوف الطبيعة، بيشوف الدكاكين، عنده ممشى الصوب الثاني، يعني من هالسوالف الحلوة. الدكان، شوفوا الدكان، convenience store. نعم 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 نعم، انه الملائم صحيح، انها الحقيقة.
تحصل عندك دكان هني. شو بس هذا ليش تحت مدفون شوي صح؟ لأن ركبناه غصب. نحن لو مش ركبناه غصب كان شوي وضع أسهل على فكرة، لكن محتاجين شغلات يعني. محتاجين وين الباص؟ محتاجين الباص يوقف هني عند بيت الأوبرا. شوفوا يجيب الناس من ويبركم مي من المدينة يمين، لازم يمين، لازم يمين، يرجع عند الأوبرا أساس إن يكون الخط رايح من زين. ونحطي ماي حق الناس المساكين اللي ماي ميتين عطشة هني. كيف باني عمارة أنت وما عندك ماي؟ كيف باني عمارة بغير ماي؟ تستهبل؟ والله يستهبلون بعض العالم والله صدق. شوفوا الحين في باركنات هني، هذا شوف دكان فريج، مطعم فتح، سوبر ماركت، وهني الشوارع، هني باركن باصات. المفروض ما يكون في زحمة باركن باصات يعني، بس جميل يعني، جميل جميل جميل. في ناس تداوم في مكاتب هني شوي بس تسوي زحمة ترى، شوي بسوي زحمة. في ناس تداوم في المكتب هني يقعدون يطالعون العالم اللي رايح يرد أوبرا وهم مقهورين مدومين. ليش مقهورين؟ بس المهم يعني هم مدومين يعني مدومين. وبما أن عندنا هالمكان هذا يعني المنطقة هي تكون شوي حلوة شوي كلاس، الناس اللي رايح اللي رادة يكون لها بارض، ناس فايجة متفيقة. حطيها هاي شغلة الحين استوى ديتيل شوي، شغل تفاصيل زين. بني بمرة هني الممشى نفسه، بمر من هني لين وين في نص. افا هدمه، ما علي بحط واحد اصغر. ممشى هني، ممشى هني، اوكي متوصل، اموره طيبة. ممشى من هني لين هني، ما ماشي يعني، مكان يكون حليو شوي، ناس تروح وترد فيه. هل السياكل؟ يو يا السياكل، اسوي الابجريد هذا. مش السياكل في النص، خل حديقة السياكل هاي. لا 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 هني لا، هني لا، هني خلاه ممشى حق الناس، بس هني خلي حق سياكل. حديقة حق سياكل حلوة. عم نوصل هذا في هذا، واحد عنده سيكل مسكين يبي يتمشى في المكان يسوي رياضة. قلنا لكم شوي المكان شوي برستيج وحركاته. خلنا نشوف لنا حصى صغيرونة على الدرب. يباله شوي شغل كراسي وهالدنيا شوفوا حتى الشير الصغار هني، هذا على الجوانب مشى بالسيكل، مكان محلى. هذا كله شيء فرق عن شكل المدينة هني، هذا رائع. شوفوا هلا نكسر الجمود، نكسر المربعات، نكسر الحوافز هاي، نكسر الشغلات اللي تجمد الناس. ناس تبى تمشى بسيكل، تبى تعيش حياتها، تبى تمشى على ريولها، تبى تسوي شيء. اوكي بيشتغلون، بس لين متى بيشتغلون؟ خلهم يسوون شيء غير انهم يشتغلون مساكين. هذا بعد توصل على طول المبنى، شكله بيلفون يعني امور طيبه زين. يبون يشوفون شيار، يبون يشوفون شيء، يبون يستانسون، يبون. هذا هني في الوسط، خلى شير ثقيل، وحول الشير الثقيل شو باقي الامور.
اللي هو الشياب الصغير يكون بينه يعني عادي، مش قضية. مش هذا هذا الشير هني، او لو ادقه مرة ثانية يكبر يبين اكبر يعني، مش انه بس. شيء جميل، هل المنطقة قامت تستوي جميل شوي يعني، من الجميل الناس تجيها، من جميل الناس توقف، من جميل الناس تبغى تستانس. حطينا بس عمارة سكنية قريبة، هاي مش سكنية سوري، حطي هني، بحط هني عماير سكنية هني ما بتنفع المشكلة، خلي حد يسكن هني، أبى حد يسكن قريب، هني إزعاج ومقبرة، خلي يسكن هني مو مشكلة، أبى ناس تسكن قريب من هني. المماشي في العادة تكون حول الناس، أنا ما كنت أسوي لها سوالف المواسم، لكن في مناطق الواحد بيهتم فيها، بيسوي حولها شيء، يبى يزينها، يبى تكون جميلة نفس هاي، شوف ما يطلع عليها الشمس، شوف المنظر اللي وراها، خضار رايح راد، بيت أوبرا دنيا. اللي من هني مثلا انت ساكن في هالشقة هاي، شوف هني بيت الأوبرا، بس ساكن هني انت شوف الدكان وهذا، انت ساكن هني شوف منطقة محلاها يعني، شوي المنطقة تتزين تتجمل. منطقة صناعية ما حاتيها صناعية، تعال هني حط هايل، خلاص استوت المنطقة صناعية زيادة عندنا، مو مشكلة عادي، مو مشكلة. هاي دكاكين، كان يبون دكاكين، حطينا لهم شوية دكاكين، يبون دكاكين زيادة أكثر، ما عندي مشكلة عادي، نرمي نحط دكاكين بكل سهولة. لحظة حط الدكاكين هني، نفصل بينهم بين هالمنطقة هاي شوي، يعني أروم أسوي دكاكين هني، أحط هني أماكن سكنية، أبا عماير، أبا الناس تشوف الموجود، يعني الناس تسكن هني، يعني هالمكاتب اللي هني يوم بيتطورون ما عندهم مشكلة، يكون ما يبي يعيشون قريب الأزعاج بعد السكنية هاي. بعدين بيستوي عندنا مطار في مرحلة من المراحل، هذا شيء أكيد، شر لابد منه، يستوي عندنا مطار، مطار على 75,000، مش مستعجلين على 75,000، السلسلة جاية، فلوس أمورها طيبة، كل شيء أمورها طيبة، ما عليه. بس إن المنطقة هاي الحين أحس مشكلتها خالية، حولها ما في وايد عماير، ما فيها وايد أشياء، فيالس حطيها بطريقة انه يبين بشكل حلو، يعني حتى اللي هنا طالع يشوف عنده حديقة والامور، وقدامه يشوف عقب عماير وهالسوالف، بدل ما يشوف الصناعية نغطيها بأماكن سكنية. وبحطي في المنطقة نفسها ملعب، يعني الناس تجي تلعب كورة، هذا كان الباسكتبول كورت، كان عندنا ملعب ثاني احيد صح؟ لا بنزل ملاعب، بجيب ملعب كورة انا بعدين صراحة، ابو ملعب كورة، بنحط ملعب هني، انت بتلعب في هذا الملعب، تشوف المنظر اللي عندك تلعب، اوكي حولك عماير لكن عندك منفذ لمنظر جميل جدا، والناس ممكن تمشي حول هذا الملعب. كمنطقة يعني ممر للناس، سياكل لا، ابو ممر للناس، هو في هذا بس لا، هذا احلى، ممر الرملة احلى، ممر الرملة احلى وايد احسه من الممر العادي. شوفوا بنو على طول هنا شو اسمه بيت، وبحطي شير، مش شير هالصغار هاي، اقدر احطه هنا على الشارع، هي اقدر، بس ابى على الممر، مو ابى وايد بعد، اوكي لا اتز نايس، لا اكثر ما بحطي، بس اغطي على المدخل والمخرج، ناس تمشي، حد نازل من العمارة بيطلع ورا بيسوي شيء، يكون عنده ممر يعني، ممكن سوي ممشى عود بعد نفس هذا يجوز،
ايش لا يجوز؟ لحظة انا هذا ما سويت له ابجريد، خلنا نسوي له ابجريد هذا الى سيكل. ما اعرف اذا ناس بالسياكل بيون، بس مفروض يون لان عندي منطقة سكنية، عندي مركز شرطة، عندي اوبرا، يعني بيكون فيري نايس، وايد اوكي اذا يو. بعد هني عندي شو في نفس الوقت؟ حديقة، حديقة بعد يونها ناس، فلا بد يستعملون هالمماشي يعني بيون من هني. لحظة، اذا بيون من هني معناه الممشى اللي بيحتاجونه شو هذا، اساسيون على منو؟ على خطوط المشاة، واللي على خطوط المشاة من هني يقدر يتوكل لاي صبيبة، بس هني ما يقدر يطوف. يبالي خطوط مشاة صدقون، يبالها اللعبة خطوط مشاة صراحة، ما عندنا خطوط مشاة. انا اعترض. انزين، شو كان يقول تويت؟ اوكي، عندنا مشكلة في المقابر. تذكر عندنا التذكر شغال اوكي، بس في ليمت كم يقدرون يسوون ترى على فكرة. يعني خلينا نحط الهليكوبتر ديبوت هذا الميديكال، مش عند الاوبرا عادة، خرب المنظر من اول ما عدلناه، بس وياها سعدل فيه الحين خربه ما فيها صراحة، ما بقى الغيال كثر عماير بعد، وما اعرف شو المدى اللي يوصل له الصراحة، ما اعرف لوين بيوصل، بس بحطيه هني اوكي. بس اذا اتصور هذا بيروحون كل مكان عادي يعني، بس اذا صار شيء يعني بيكون لهم مقبرة ثانية، وهذه المعالجة نسوي مكان حق الشارع يطوف بعدها من ورا. اتمنى اني ما خربت هني الشارع، كان شكله اوكي. لا اوكي اوكي اوكي، مية 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 مية. شوفوا هني، هني كان مربط الفرس كله، مربط الفرس كامل، اني اقدر اطوفهم فوق القطار. احلى منظر، احلى منظر. لحظة، سوين كلهم لازم نفس الشيء. ايوة، مو كلهم نفس الشيء. بس حركة سلسة شوية يعني، مش حركة شوي سلسة، مفهوم اكسبتبل، مش اكسبتبل صراحة، لا صراحة المفروض يكون افضل، لكن مش مشكلة. ممكن، بس هذا مش ممكن اتعايش وياه، راح يقتلني، بسوي مكان مسكر. هذا شوي اهون، هذا شوي اهون، بس بعد نت اكسبتبل، نت اكسبتبل ات اول. بس ليش ما يجي من هالخط الى هذا الخط؟ انا اخبركم، يمكن لان الارض غير متساوية. لحظة، اذا سويته بالطريقة هاي زين، شوف الاساس اللي عليه الشارع هذا بعد ما يرضى انه يسوي شارع، خلاص بسوي شارع مغلق، شارعين رايحين رادين، تعايشوا مع الوضع، ولا انه يسوي بشكل غير جميل ابدا، الا اذا ما راح يستوي بعد. بس فاهم على الوضع، بعدين عادي نسوي متساوي من مكان ما، نسوي متساوي بطريقة او باخرى، مش مشكلة اصلا. حتى شكله مش بالقباحة هاي، افضل انه يكون شارعين، لانه بيتوصل اماكن ثانية بعد في نفس الوقت عقب ما القطارات. هذا اصلا يستعملون شيء فيهم؟ يستعملون واحد الحين، حلو دام قيد الاستعمال يعني ممتاز، يعني منه فايدة. انزين، طولنا وايد في الحلقة، هذا كله حق بيت الاوبرا الصراحة، كله كان حق بيت الاوبرا، بس استوت منطقة جميلة. اكتبوا لي تحت في الكومنت شو رايكم في المنطقة، بس هل هي جميلة ام لا؟ اشوفكم ان شاء الله في حلقة جاية على خير، واتمنى منكم تعجبكم الحلقة، وثانكس على السبورت.